السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم رح نتعلم كيفية تصميم 6 خيارات إنفوغراف دائرية متحركة في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم، لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. وطبعا يا أصدقائي، لحصول على قوالب الباوربوينت وقوالب الإنفوغراف الموجودة على موقع عالمكم، رابط هذا الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو. وطبعا يا أصدقائي، عروض العام الجديد بمناسبة العام الجديد 2024 ما زالت قائمة على موقع عالمكم. من حيث الملفات الموجودة على المتجر، فيكم أن تدخلوا لهون وتشوفوا الخصومات على كل الملفات، وكمان ما رح ننسى الدورات والخصومات المعمولة على هاي الدورات. في البداية أصدقائي، رح نقوم بالنقر باليمين ضمن مساحة العمل، ومن تنسيق الخلفية تعبئة متدرجة رح نختارها من 3 ألوان. اللون الأول رح نختاره بهذا اللون، واللون الثاني رح نحط الموضع أول شي 50، ونختاره بهذا اللون، واللون الثالث رح نختاره بنفس اللون الأولاني. بعدين نتوجه إلى اتجاه ورح نختاره مائل بهذا الشكل. رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار دائرة ورح نرسم دائرة، ومن محاذاة رح نحط محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. هاي الدائرة رح نحطها بدون إطار، والتعبئة رح نختارها باللون الأبيض. رح نتوجه إلى تأثيرات ظل، ورح نختار ظل لأسفل اليمين، ورح نزود الضبابية شوي. بعدين رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار دائرة ونرسم دائرة صغيرة بهذا المكان، ومن محاذاة نحط محاذاة إلى الوسط. رح نتوجه مرة ثانية إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار دائرة جزئية ونرسم دائرة على قد هي الدائرة ونطابقهم فوق بعض. بعدين يا أصدقائي، رح نسحب من النقطة الصفراء هاي، رح نسحب بحيث الشكل يصير معي هيك. بعدين رح أمسك من الزاوية ورح أضغط على Ctrl Shift وأكبرها. رح ننقل باليمين على الدائرة الصغيرة ونعطيها إحضار إلى المقدمة، نحطها بدون إطار والتعبئة باللون الأبيض. أما هذا الشكل يلي بالخلفية رح نعطيه بدون إطار وننقل عليه باليمين، ومن تنسيق الشكل تعبئة متدرجة رح نختاره من لونين. اللون الأول رح نختاره باللون البنفسجي الكاشف، واللون الثاني رح نختاره باللون البنفسجي الغامق بهذا الشكل بحيث يطلع معنا تدرج. رح نحدد الشكلين وننقر عليهم باليمين ورح نعطيهم تجميع. رح نكرر هدول الشكلين، ومن ترتيب استدارة انعكاس عمودي رح نحطها بهذا الشكل. بعدها رح نكرر هاي الدائرة، نعطيها استدارة هيك. ونرجع نكرر هاي الدائرة، ومن ترتيب انعكاس عمودي ونحطها بهذا المكان. نحدد هدول الدائرتين ونكررهم، ومن ترتيب استدارة انعكاس أفقي ونحطهم بهذا المكان. رح حدد هلأ 6 دوائر أو 6 أشكال، ورح أضغط على Ctrl ورح أكبرهم شوي. وهلأ رح أقوم بتغيير الألوان. فرح حدد هذا الشكل، اللون الكاشف اختاره لون كاشف، واللون الغامق نختاره لون غامق. بعد ما عدت الألوان يا أصدقائي، رح أجي على شريحة قمت بتجهيزها مسبقا أنا. رح أحدد الأيقونات مع العنوان مع النص Ctrl C، رح أجي على الشريحة Ctrl V، ورح أضبط الأيقونات مكانهم. بعدين رح أحط العنوان في منتصف الدائرة وحدده مع الدائرة، وأنقر عليه باليمين وأعطيهم تجميع. وبعدين رح أنقر عليهم باليمين ورح أعطيهم النقل إلى الخلفية. بعدين يا أصدقائي، بنحدد هذا النص وبنقوم بتوزيع النص.
وبعدين أصدقائي اللي تحدد العنوان لك النص وقوموا بتغيير اللون حسب لون الشكل يلي هو جاي مقابله. تم أصدقائي بعد ما قمنا بتلوين العناوين للنصوص راح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال راح نجيب دائرة ونرسم دائرة بهذا المكان، هي مجرد زينة فقط للخلفية، نحطها بهذا المكان، راح نحطها بدون إطار، والتعبئة راح نختارها بهذا اللون، راح نكررها ونحطها بهذا المكان. تمام. أنا قمت بإحضار كمان خريطة، راح أجيبها Ctrl V وراح أكبرها على قدر مساحة الشريحة، راح أحطها في المنتصف وراح أنقر عليها باليمين وراح أعطيها نقل إلى الخلفية. راح أتوجه إلى تنسيق الصورة الشفافية وراح أعطيها شفافية بهذا الشكل. هلا أصدقائي راح أحدد كل شكل مع الأيقونة تبعيته وأنقر عليهم باليمين وراح أعطيهم تجميع. هلا أصدقائي راح نتوجه إلى قائمة حركات وراح نفعل جزء الحركة وراح نحدد هاي الدائرة وراح نعطيها نمو وتحريك، راح نعيفها عند النقر علشان وقت النقر تبلش تطلع معي الحركات. راح أحدد الخريطة وراح أتوجه إلى حركات وأعطيها تضاؤل مع السابق وراح أخرها 50 بهذا الشكل. راح أحدد دائرتين وراح أعطيهم عائم للداخل وراح أختارهم مع السابق، ولكن راح نقدمه لقدام شوي. هاي الدائرة بديها نزلة من فوق وهاي الدائرة طالعة من تحت. تمام. راح أحدد هلأ هاي الدائرة وراح أعطيها تكبير وتصغير، نزود المدة شوي، أعطيها بعد السابق هذا النص تضاؤل بعد السابق. راح أحدد هلأ الشكل، نسخ الحركة على هذا الشكل وهذا النص نسخ الحركة على هذا النص. وهلا أصدقائي راح نقوم بتشغيل الشريحة وراح نشوف الحركة كيف راح تطلع معنا. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. للحصول على هذا القالب من موقع عالمكم رابط الموقع راح يكون بوصف هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.